يسرني أن ألتقي بكم اليوم ومعي الأخ عيدروس الزبيدي عضو المجلس، وأرحب بكم اليوم هنا في المعاشيق ونتابع أعمال هيئة الرئاسة واللجنة أيضا المالية طوال الفترة التي عملتم فيها في عدن، وكنا نعمل حسابنا نحن هيئة الرئاسة على اجتماع المجلس يوم 14 من هذا الشهر، وكان هناك جدول أعمال في ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى وهي متعلقة بالموازنة، وطبعا الكثير سيقول لماذا الموازنة الآن ونحن في نهاية العام، ولكن نحن نريد من اللجنة أن تعمل، وأنا قد سمعت من الأخ رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة أنكم تعملون على وضع الخطوط العامة والرئيسية للموازنة القادمة، وأنتم تعرفون أن الموازنات ليست التي عملتها الحكومة ليست في الوضع الطبيعي، وإنما هو وضع استثنائي ووضع انتقالي، وبالتالي مهم جدا أن نخطط معا جميعا لما ينبغي أن نصل إليه. أما ما نحن فيه فلسنا جميعا راضين عن ما نحن فيه، ولكن نريد أن نخطط لما ينبغي أن نعمله. فيما يتعلق بانعقاد المجلس، كان عندنا النقطة الثانية وهي مسألة القواعد المنظمة لعمل مجلس الرئاسة. في الواقع حصل يعني نتيجة للأوضاع اللي نعيشها جميعا والظروف اللي نعيشها في عدن، سواء في إطار المؤسسي أو في إطار الإداري، أحلنا المشروع إلى الشؤون القانونية لمراجعته بالشكل النهائي وتقديمه للمجلس بحسب ما نص عليه إعلان نقل السلطة، ولكن للأسف أصيب أحد الوزراء بكورونا وعطلنا لمدة أسبوعين، لأنه لازم يعني يمتنع عن اللقاء ببقية أو حتى اللقاء مع بعض الأشخاص الذين أنا أكون معكم شفاف في هذا، وشفاف أيضا مع أخواننا يعني وأخواتنا في كل مكان على المستوى الداخل والخارج. فاضطرينا إلى تأجيل تقديم المشروع إلى المجلس للموافقة عليه ثم إحالته إليكم للمصادقة ثم الإصدار. وفيما يتعلق بموضوع أيضا النقطة الثالثة كانت متعلقة بموضوع هيئة مكافحة الفساد. في الواقع هناك إجراءات لمكافحة الفساد لإنشاء مثل هذه الهيئة، وأنتم تعرفونها جميعا وأنتم أخ أعرف مني بها، ولا بد أن يفتح أولا، أبلغ مجلس الشورى لفتح باب الترشيح، ثم بعد ذلك يختار العدد المحدد في القانون، وثم يحيله إلى مجلسكم الموقر لاختيار عدد معين، ثم يرفع إلى مجلس الرئاسة لاختيار العدد الذي حدده القانون لإصدار قرار بعد ذلك بالهيئة. ونحن ماضون في هذه الإجراءات، وعندنا أيضا إجراءات متعلقة بمجلس الشورى فيما يتعلق بإعادة ترتيب أوضاع المجلس بما يخدم المرحلة الانتقالية الجديدة وفقا لوثيقة الضمانات لمخرجات الحوار، وأنتم تعرفوها جميعا. هذه هي الأسباب التي أدت إلى طلب مجلس الرئاسة من الرئيس وأعضاء هيئة الرئاسة أن نؤجل الاجتماع، وفعلا وطلبنا حضور الأخوة هيئة الرئاسة إلى هنا، وأنتم موجودين يعني معنا، أو إن أنتم عدتم إلى مقركم في عدن، وسنعمل إن شاء الله خلال المرحلة القادمة على تحديد موعد لانعقاد المجلس بالتنسيق طبعا مع الأخوة في هيئة الرئاسة وترتيب كافة الإجراءات الضرورية لانعقاد المجلس وفي أقرب وقت وفرصة ممكنة. أنتقل معكم اليوم إلى الحديث حول موضوع المجلس و
التعهدات التي قطعها المجلس أمامكم عندما أدينا اليمين. طبعا نحن تعهدنا لكم بمجموعة من الالتزامات وهي تعهدات للشعب أيضا، ولكن أنتم باعتباركم ممثل الشعب أعلننا مجموعة من الأولويات، وكانت أولوياتنا هي أولا استقرار عودة المؤسسات واستقرارها في عدن، وهذه كانت نقطة رئيسية وهدف رئيسي سواء في اتفاق الرياض أو هدف رئيسي أو من الأهداف التي أيضا ترتبت على إعلان نقل السلطة. واستقرت المؤسسات اللي هي المؤسسات الرئيسية اللي هي مجلس الرئاسة والحكومة وأنتم معنا اليوم هنا وستكونون معنا أيضا، ونرتب أن يكون هذا إن شاء الله بشكل دائم وحتى تترتب المقرات وتترتب الإجراءات. هذا الموضوع أعطيناه أولوية في مجلس الرئاسة وبدأنا إعادة تشكيل المؤسسات. بقى معنا موضوع كان مقلق وهو موضوع القضاء، كان هناك إضراب للقضاء استمر أكثر من سنة ونص، الخلافات اللي حصلت حول بعض التعيينات، ولكن مجلس الرئاسة وقف أمام هذه القضية بمسؤولية وتم تعيين نائب عام ورفع الإضراب، ثم بعد ذلك أعدنا تشكيل مجلس القضاء الأعلى بشكل كامل